بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناتي أم رحاب للخياطة. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة ديال النقاب خاشعة، هاد النقابات اللي دار ضجة في الأواخر وطلبوه مني بزاف ديال المتتبعات. فاليوم ان شاء الله غادي اول حاجه بعدا انا خدمته يعني من قبل، غادي نوريكم، انا غادي نلبسو لكم ونوريكم الطريقه ديال اللبس ديال هذا النقاب هذا، ومن بعد غادي نحاول انني نوصل لكم طريقه ديال الفصاله كيفاش انكم ديروا تفصلوا وتخدموا ويجيكم يعني يجيكم بحال هذاك اللي كيتباع. يعني شنو بغيت نقول لكم، دابا قلت لكم انا العبار دابا اللي كندير هنا راه كنديرو وافي الصراحه، يعني كندير العبار وافي، وحتى بالنسبه للباندا ديال الراس خاصه في هذا النقاب ديال الخاشعه. شوف انا راه ما درتش الفيزلين حيت السيده ما كتبغيش الفيزلين، راه ممكن انكم ديروا الفيزلين في الباندا، يعني هاد الباندات الا بغيتوا ديروا الفيزلين باش تجي الباندا واقف بالنسبه لي انا راه درت هنا نقاب الصقر، يعني على حسب طلب الزبونه راني خدمت معكم طريقه النقاب الصقر اللي بغيتو ديروا يعني هاد اللعيبه هادي. اما الا ما بغيتوش راه غتمشيو نيشان، يعني نتوما اللي عجبكم. شوفوا هنا كما قلت لكم العرض ديال الباندا راني عرضتو، غادي نعطيكم العبارات، غادي نعطيكم العبارات كاملين. انا عرضت الباندا علاش؟ باش ما تبانش لي الجبهه، يعني منين غادي نطلع النقاب غتكون هاد البلاصه مغطيه. بعد كنجي اوكا صايبو، يعني شفتو هنا راه واخا تعلي واخا تزيدو تعليو واخا تزيدو تعليو راه كتبقى هاد البلاصة هادي، كتبقى هاد البلاصة هادي مكسورة، يعني ما كت بغيتو تهبطو كتهبطو، بغيتو تعليو كتعليو، اللي عجبكم. المهم ها نتوما كتشوفو، كتشوفو الشكل ديالو كيفاش داير، كتشوفو وانتم قادون راه وهنا درت لكم هنا هاد الطريقه. بغيتي ترجعوه اللور كترجعوه اللور، المهم كترجعوه اللور بحال هكا، مكيعجبنيش انايا اللور. الافضل انه يكون هنا، شكلو كيجي زوين، الطول ديالو شوفو الطول ديالو، انا راني دايرته طويل. المهم هانتوما هنا راه طويل، وحتى الظهر ها شتو يعني هذا راه كبير راه طويل. انا غادي نعطيكم العبارات، نعطيكم العبارات ونعطيكم القاعده ديالو كيفاش غادي ديروا ليه، وانتم بغيتوا تنقصوا حتى غتنقصوا على حسب نتوما شنو بغيتوا. اذا اول حاجه شنو غادي نديروا، غادي نحتاجوا المترين ديال الثوب. اذا انا هذا النقاب هذا كما شفتوه العبر ديالو الطول ديالو انا درت فيه مترين ديال الثوب، وهذا الثوب اللي خدمت ها هو راه توب موسلين ديال الخمارات، هذا هو توب موسلين ديال الخمارات، يعني راه كيبين شوفوا مزيان كيفاش داير، يعني كاينه الطبقه الاولى هي هذه، هذا اللي كيجي على الوجه، هذه هذه هي اللي كتجي على الوجه، هذه العاديه، هذه راه غير عاديه ما فيها حتى شي حاجه، عادي سامبل كنخيطو كنديروها عاديه، وكنديروا ليها الباندا وكنخيطوها وكنساليو منها كنحطوه. اذا الا بغينا نفصلوا هذا النقاب، هذا نقاب خاشعه بهذا العرض اللي شفتو، هاد الطول اللي شفتو، يعني بهذه الطريقه هذه بالتفصيل، العبارات اللي استخدمت بالتفصيل في هذا النقاب هذا هي اننا غادي نحتاجو متر ونص على متر ونص، يعني متر ونص على
متر ونصف. لهنا غادي ناخذ 46، غادي ناخذ 46 من هذا المتر ونصف، واضح؟ يعني غادي ناخذ 46 سنتيم تلم، وغادي نقطعها. يعني هاد 46 سنتيم هي اللي غادي نفصل فيها هذاك الغطاء ديال الوجه، يعني متر ونصف على متر واربعة. هاد المتر ونصف هذا اللي عندي هنا، المتر ونصف غادي نطويها هكا على زوج هكا. حركة هكا، ودابا متبعين معايا. متر ونصف سنيتها على اثنان، شحال غيكون عندي دابا هنا؟ هنا شحال غيكون عندي؟ غيكون عندي 75 سنتيم هنا، صافي 75 سنتيم. دابا متفقين على شحال؟ على شحال هنا؟ على متر واربعة اصلا اللي بقات ليا، يعني على متر واربعة اللي بقات، واخا يعني هنا 75، هنا متر او متر واربعة. المهم غادي نجي اشنو غادي ندير هنا؟ غادي انا بغيت نخلي هذا الطول هكا طويل، يعني بغيت نخلي الخلف يكون اللورز زعما ديال الخمار يكون طويل، يكون نازل. فانتوما ممكن انكم ديروه بشكل دائري، يعني ديروه، انا كنوريكم الاحتمالات اللي ممكن ديروه كاع. ممكن انكم ديروه بشكل دائري عادي بحال داك اللي كيتباع، يعني كاين اللي كيديروا ليه بحال هكا بحال هكا، وكيخرجوا الدوره بحال هكا عادي بحال الشكل ديال. ولكن انا بالنسبه لي النقاب اللي درت انا خليت الطول كامل، يعني هاد المتر ونص غادي خليتها كامله، وغادي ناخذ دوران بهذا الشكل هذا. وكنقطع بالنسبه هنايا الامام ما غاديش نخليه بهذا الشكل هذا. علاش؟ لان غندور البيي، وبالتالي خاصني هاد الجهه هادي ناخذها حتى هي دوران، باش منين ندور البيي على هاد السدل هذا، يعني على هاد النقاب ديالي كامل، يجيني كامل دائري وسهل عليا الخدمه ديال البيي. كيجيني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا انتم، شوفوا يعني كيجي الخلف كيجي طويل. والامام كيجي قصير. المهم داكشي على حسب الرغبه ديالكم. انا وريت لكم طريقتين بجوج، الا بغيتوا تخدموه كما خدمته انا، يعني الخلف يكون طويل غتخدموه بهذه الطريقه. الا ما بغيتوش راه غديروا هذه المسافه هي اللي غديروها هنا، يعني 75 سنتيم هي اللي غتكون تما، وغتطويه بشكل مثلث بحال شكل الكلوش، يعني بحال هذا الشكل. وتاخذوا العبارات نتاعكم كما شرحت لكم عادي، يكون عندكم نفس الطول، وتقطعوه من التحت، يعني ملي غتحلوه غادي يولي عندكم على شكل نصف دائره، وكيجي كلوش وكيجي مقاد، يعني كيف اللور كيف القدام، يعني على حسب الرغبه ديالكم. المهم انكم تعرفوا الطريقه ديالهم بجوج، وانتم لكم كامل الاختيار. انا غادي نوريكم كيفاش دورت النقاب. ها انتم شفتوا، يعني راه خليت الخلف طويل، الجهه ديال اللور راها طويله، وكما وريتكم في على الورق يعني خديته بشكل دائري هكا.
وهذه هي الجهة ديال الأمام، ها هي راني خديتها حتى هي دوران. غادي ناخد هذا باش نخدم معاه، نخدم به النقاب ديالي الاخر اللي كيجي على الوجه. شنو غادي ندير؟ اول حاجه من هاد الطول هذا غادي نقطع طول ديال الباندا، العرض عفوا ديال الباندا، هنا لهنا غادي نقطع العرض، ولكن الباندا عندي دوبله. يعني شنو غادي ندير؟ غادي ندير فيها العرض النهائي ديالها بغيتو يكون 8 وزائد واحد الخياطه هي 9 ديال السنتيمتر. غادي ندير بحال هكا، بما ان الباندا عندي مدوبله، ماشي مدوبله يعني 2 على 2، غادي ندير بحال هكا وغادي نحيد العرض ديال الباندا منها. غادي نحيد العرض، يعني غادي ندير 9 ديال السنتيم هنا 9. علاش؟ واحد سنتيم غيمشي ليا في الخياطه وغتبقى لي 8 في العرض النهائي. وغادي نقطع، وبالتالي يعني تخرج عندي الباندا بهذا الشكل. بغيتوها تكون سامبل ديروها سامبل، بغيتوها تكون بالشكل اللي وريتكم نقاب الصقر كتثنيو الباندا ديالكم هكا، كتطلعوا بواحد السنتيم لا واحد ونص، كتنقصوه من هنايا وكتمشيو بهذا الشكل. يعني بحال هكا، المهم نتوما اللي عجبكم. انايا راه كنشرح لكم دابا داكشي اللي درت، يعني الباندا نتوما اللي عجبكم. بحال هكا هنا، هنايا منين كتحيدو هذيك يعني شحال تقريبا كتحيدو؟ كتحيدو 18 سنتيم من متر ونص، ياك؟ دابا تقريبا شحال غادي تبقى لي هنايا؟ المهم هادشي اللي غيبقى لي هنا، انا غنتني الخمار ديالي يعني التوب ديالي غنطوي على جوج، وهنا على حسب نتوما شنو 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 بغيتو في الطول. يعني بالنسبه للطول فانا درت 56 سنتيم، انا كندير 56 سنتيم بالنسبه للنقاب الكبير كندير 56 سنتيم. هنا غادي ندير 56 سنتيم، يعني غنحسب 56 سنتيم مثلا حتى هنايا، نقدر ندير غير بحال هكا نحسب 56 سنتيم. حيت اصلا كتبقى لكم هنا غير 10 شي 10 ديال السنتيم كتبقى زايده. صافي، دابا غادي نحتاج انني ندير نزيد لهاد الباندا، نزيد لها الربطه ديال اللي هنا باش غادي تعقد بالراس. الراس ان الباندا تكون قد العبار ديال هاد. الا كان عندكم الثوب الكافي ممكن انكم تفصلوا شريط تفصلوا هذه تكون طويله منها ربطه منها يعني تكون يعني منها هذا الباندا نتاع الجبهه منها تكون الربطه ديال الراس. الا ما كانش فمن الافضل انكم تاخذوا هذا العرض هذا. علاش؟ ان منين كديروا الباندا تكون نفس العبار ديال هذا، يعني هذه تكون قدها قد الباندا، منين كتربطوا الباندا ديالكم كتجي مجبده هاد الباند، هاد الباند ديال الباند ديال الجبهه، كتربطوها كتجي مشدوده وكتجي مجبده وكتجي مزيانه وكتكون مريحه. ندير الباند ونتنيها بحال هكا، لا اله الا الله، كتنيها بحال هكا وكندير بحال هكا وكناخذ هذاك العبار وكن نخرج بحال هكا. كندير في العبار ديال الباندا ديالي 30 سنتيم اولا، المهم 30 سنتيم اولا 25 سنتيم راه مزيان، ديروا 30 سنتيم، المهم ما بين 25 حتى 30 باش ما تجيش طويله بزاف وما تجيش قصيره بزاف. بهذا الشكل بالتالي كيكون عندي النقاب بحال هكا.
الباندا بحال هكا، والربطه بحال هكا. رجعوا للفيديو ديال النقاب، راني شارحه نقاب نقاب الصقر، راني شارحه هاد الطريقه وريت لكم الطريقه كيفاش تديروا تخيطوا هاد الباندا وكيفاش تديروا تخيطوا هاد الخمار. انا راني انا خادمه معكم، هذا راني خادمه معكم في الفيديو. صافي كتخيطوه يعني بشكل عادي وكتثبتوه بشكل عادي. منين كتبغيو تلصقوا هاد الباندا مع هادي كتاخذوا المنتصف هنا، منتصف وهذا هو المنتصف، وكتحسبوا هنا مسافه 12 سنتيم، هنا 12 سنتيم، وهنا كذلك من هنا لهنا 12 ومن هنا لهنا 12. صافي كتحطوا النقاب ديالكم بهذا الشكل هذا وكتخيطوا هذه البلاصه، كتخيطوا هنا من الفوق هكا كما راني دايره هنا. غادي نوريكم هاهو، يعني انا مخيطاه هكا عادي. دابا غنتقلوا لهادي اللي دايره لكم هاد الاشكال، يعني هذه هي كاع اللي دايره الاشكال كيفاش نخيطوها مع هاد النقاب. بعد ما كنخيطو يعني هنايا كيكون النقاب ديالنا مخيط، يعني كتكون الخياطه فين كتكون الخياطه، كتكون الخياطه هنا هنا هاد البلاصه هي اللي كتكون خيطه ياك. ها انتما راني درتها ضغطت عليها مزيان باش غير باش تبان. هاد البلاصه اللي انا خيطت نقابها هو داير بحال هكا، كنجي هنايا يعني من بعد ما كنكون خيطت النقاب هنا كناخذ دابا هذا، وهذا كيفاش غادي ندير لهذا، كيفاش غندير لهذا، غادي ناخذ البي ديالي نوريكم. المهم غادي ناخذ هذا البي، هذا ها هو البي كيفاش كيكون داير، شريط البي ندير بحال هكا. فغادي ناخذو وغادي من المهم نبدا من فين ما عجبني البلاصه اللي بديت منها، مثلا غنبدا من هنا نجي في التحت وكنشد كنشد البي ديالي كندير له بحال هكا، كنحطو بحال هكا كنتنيه وكندوز خياطه كنخيط، نبقى غاديه وكنخيط. المهم نبقى غاديه وكنخيط كندور على الخمار ديالي كامل 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 كامل، كندور عليه البي. ملي كنوصل لهنا لهاد البلاصه هادي كنوصل بحال دابا هاد البلاصه هادي، اشنو كندير، كنتني البي كنتني بحال هكا كنتني وكنديرو فوق هذاك الاخر، انت كنجي نتنيه كنفينيه بحال هكا. صافي كنتني نديرو بحال هكا ونفينيه يعني فوق الاخر ونفينيه مزيان باش ما يتحلش. كنجي دابا هنايا من بعد ما كنكون دورت البي على بعد ما كنكون دورت البي على الخمار ديالي كامل، بعد ما كنكون دورت هكا البي كنجي لهنايا لهاد البلاصه هادي وكنحسب 10 سنتيم من هنا لهنا، 10 سنتيم 10 سنتيم 10 سنتيم، وكنتنيها بحال هكا 10 سنتيمات، كنتني بحال هكا 10 سنتيمات نيتها بحال هكا. ثم كنحدد المنتصف، كنحاول انني نحدد المنتصف ديال هذا النقاب بحال هكا، كنعلم المنتصف، انا علمت دابا المنتصف صافي علمت المنتصف.
ودرت 10 سنتيم للداخل. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ النقاب. شوفوا راه منين غادي تبداو تطبقوا غتفهموا مزيان، يعني ربما منين تشوفوا الفيديو يقدروا ما تفهموش مزيان، ولكن غير طبقوا وشوفوا، يعني بداو كتشوفوا الفيديو بداو كتطبقوا راه غيتوضح لكم كلشي وغيبان لكم كلشي. يعني راه ساهل. هانتوما منين كنكون حطيت النقاب بحال هكا شنو كندير؟ كنجي يعني هاد البلاصه هذه هي اللي غتجيني على الوجه. دابا هذا هو الوجه ديال النقاب، هاد البلاصه هي اللي غتجيني على الوجه. غادي نحطو بحال هكا بحيث المنتصف مع منتصف، منتصف خصني نقاد ضروري منتصف باش النقاب ما يميل لي لا هك لا هك، ما يجينيش عوج ما يجينيش في يدي فوق. كنحدد المنتصف بحال هكا، كنجي هنايا كنعلم يعني هنايا. هذا هو دابا النقاب ديالي راه بادي من هنايا وسالي ومسالي هنا ياك. كنجي هنا فوق هذيك الخياطه اللي خيطت الاولانيه، الخياطه الاولانيه فوقها غادي نخيط واحد 5 سنتيم هنا ولا 4 سنتيم ونخيط. انا خيطت 5، المهم انا كنقول لكم بكل امانه شحال خيطت. خيطت 5 سنتيم، ممكن تخيطوا غير 2 سنتيم اولا 3 سنتيم اولا 4 سنتيم اللي يعجبكم، ما تخيطوش بزاف، ما تفوتوش 5. صافي خيطوا غير شويه، المهم 5 سنتيم انا جاتني مزيانه كما شفتوا، يعني كنخيط من هنا 5 ومن هنا 5. هذاك هو النقاب سالا صافي. يعني من بعد منين كتلبس النقاب هانتوما دابا عقلتو معايا، انا غادي نوريكم. ها شوفوا مزيان هانتوما، ها هو انا غادي نعليه نرفعو، ها هو النقاب. انا ثانيه ها هو هانتو، يعني هو هذا هذه هي الباندا ديالي ديال الوجه، خيطتها قديتها وساليتها وخيطت هنايا بخيط عندي هنايا، يعني حسبت من هنا لهنا حسبت 12 ولا اكثر، ممكن ديروا اكثر ممكن ديروا حتى 14 ماشي مشكل، راه ما كيجيش ديك الفتحه ما كتجيش باينه بزاف، وممكن ديروا قل ممكن ديروا 11 ممكن ديروا 11 الا بغيتوا، المهم على ماشي مشكل حيت اصلا ما كتجيش باينه كاع نهائيا، كتجي زعما كيجي هابط كيجي هابط. هذا شوفوا هانتوما الفتحه ها الخياطه، وهنا جبت هذا، انا جبت هذا النقاب ها هو وتنيتو راه متني متني هاكا صافي. وحطيت هذا هنا وخيطت هنايا، ها خيطت هذا ها هو خيطت هنا 5 سنتيم كما قلت لكم، هاني خيطت هنا 5 سنتيم من هنا خمسة سنتيم اللي خيط. ولا عندي الشكل ديال النقاب هكا، ولا عندي الشكل ديال النقاب دابا هكا، يعني ملي كنبغي نلبس النقاب ها غادي نوريكم كيفاش. ها نتوما ملي كنبغي نلبس النقاب كنلبسو بهذا الشكل، هذا ها هو دابا كنلبسو بحال بهذا الشكل، غادي نعاود معكم. ها نتوما ملي كتكون الرابطه قدها قد الباندا، ملي كنعقد الباندا ديالي كنجبدها كتجيني مجبده، ما كتجيش عندي كتجيني الباندا ديالي مجبده، كتجيني هي هذوك كتجيني مزيان. شوفوا ها شوفوا شفتوا، يعني ملي كنعليه هو دابا راه مخايط عندي. ها ها يعني ها راه مخيط عندي هنا في الفوق، غطاء الوجه هو هذا التحتاني، وهذا راه مخيط مخيطاه، انا مخيطاه غير من هنايا. ها انتو شفتو
راه ما مخيطش هنا، راه مخيطه غير هنايا، مخيطه غير 5 سنتيم، غير 5 سنتيم. والنقاب الا كان كبير راه كيغطي لك هنا هاد البلاصه، كتغطى يعني واخا يجي البرد ولا شي حاجه راه ما كتعرالكش هنايا. هادشي علاش كنديرو كبير. ها منين كتقلبيه، ملي كتقلبيه ها هو كتبان هذيك 10 سنتيم اللي انا خيطت، كتبقى هنا كتجروها غير بشويه بشويه، كطلعو كطلعو شويه. هافي صافي هذا مكان، يعني راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. راه في الاول كيبان شي شويه معقد ولكن هو راه ساهل. يعني بالنسبه لهذا هنا لهاد الصديفه هادي راه كديروها في ديك القنت، هاد القنت هذا هنا كديروها هنايا هاد القنت هذا، ولا كديرو فيه الصديفه هنا فهاد البلاصه هادي كديرو فيه طرطاقه ولا ولا هذا. انا راه درت فيه غير هادو، هاد هادي اللي درت فيه هادي. حتى لهنا كنكون ساليت معكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى انه يكون عجبكم وانه يكون فادكم. فإلى عجبكم ما تبخلوش علينا بالضغط على زر اعجاب، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. مع اختكم في الله ام رحاب، وشكرا بزاف بزاف على تعليقاتكم الرائعه، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن. انتظروا الجديد، دمتم سالمين، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.